من ساعات خرج مدير مكتب كمان التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وقال إن الوكالة الاستخباراتية بتعتقد إن كوفيد 19 فيروس كورونا اللي احنا شفناه طبعا واللي لسه مستمر معانا حتى هذه اللحظة نشأ على الأرجح من مختبر بتسيطر عليه الحكومة الصينية. ويمكن احنا سمعنا النظرية دي أكتر من مرة قبل كده، وسمعنا إزاي إنه حتى الناس في الولايات المتحدة الأمريكية كانت قبل كده بتعتبر إن ده تطرف إنه يتم اتهام الصين بإنه خرج منها. ولكن احنا شايفين النهاردة تصريحات رسمية تعتبر أول تأكيد علني للرأي السري لمكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن كيفية ظهور هذا الفيروس. وفي المقابل برضو الصين بتنفي وجود أي تسريب من أي مختبر في مدينة ووهان، ووصفت هذا الادعاء بأن هدفه هو الإساءة والتشهير.